إذن يا إخواني لابد وأن نجتهد على التوبة. الحلول العملية، والحلول العملية دي أنا أقولها لك وأرجو إن شاء الله أن أنت تبقى تنزلها من على الإنترنت وتكتبها كروشتة، ماشي؟ يا ريت نكتبها كده ونطبعها في ورق ونوزعها على أصحابنا ونحلهم على الشريط، يعني نكتب كده: كان هذا موجز الأنباء، ومن أراد التفاصيل فعليه بسماع شريط كذا، علشان نحاول نحيي خلق العفة اللي احنا اتفقنا ان احنا هنحييه ان شاء الله في حملة كاملة اسمها حملة احياء خلق العفاف. الحلول العملية على النحو التالي: واحد، الاستعانة بالله، ما تقولش ابدا ما فيش ايه، ما فيش امل. اتنين، الزواج، مش لاكل يا مولانا. الصيام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. أربعة، غض البصر، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، قد تغلب، قد تغلب. أنا عارف والله الدنيا ماشية إزاي، أنا بقول قد تغلب، بس لا تجعل الغلبة أكثر من ساحات فوزك على شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. يبقى مرة أغلب وخمسين مرة إيه؟ أنتصر. خمسة، خالف شيطانك وجاهده قدر الاستطاعة وأنت في هذا مأجور. ستة، اصبر على الشهوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. سبعة، اعلم أن الإرادة هي العامل الأول والرئيسي لترك هذه العادة. علشان كده احنا هنعمل درس اسمه كيفية تقوية الإرادة، ازاي نقوي الايه؟ الإرادة، ازاي ان الإرادة دي لما تقوى هي اللي هتكون عامل محفز على ايه؟ على التوبة من إطلاق البصر، على التوبة من العادة السرية، على التوبة من الزنا، على التوبة من الخنا. كل الحاجات دي إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون إذا نشطت الإرادة وقويت. أيضا ثامنا، اضبط حواسك، خلي بالك كده من عينك، عينك دي خلي عليها كده حرس قدر ما تستطيع، واخد بالك؟ لسانك خلي بالك منه، لما تيجي بالليل كده بتلاقي واحدة تكلمك عايزة تستثيرك تعمل انت ايه؟ تقفل الباب أمام هذه المرأة. تسعة، صن حواسك ونقي نظراتك ولا تستمع للأحاديث المهيجة من قبل الشباب، ما تقعدش تسمع كلام ملوش لزمة، ما تقعدش تسمع كلام ملوش لزمة. تقعد مع بعض إخواننا، بعض إخواننا اللي قاعدين يقولوا لنا إيه، يقولوا لنا والله إيه ده، أنا قبل ما التزم كنت بعمل كذا وكذا وكذا. غلط، ما تسمعش الكلام ده. أو أنت مثلا قاعد وسط أصحابك فقاعدين تتكلموا في الايه؟ في الماضي، هذا غلط، لان هذا يشجع على ايه؟ على تذكر هذا الامر وبالتالي اعتياد هذا الامر وبالتالي الوقوع فيه. ماشي يا اخواني؟ يبقى لابد من اغلاق هذا الباب. ثم عليك باذكار النوم قبل ان تنام، قبل ما تنام بقى هنبدا بقى الشغل العملي، نبدا بقى الشغل العملي. واحد، توضأ من النهارده، ما تنامش الا وانت ايه؟ متوضئ. اتنين، عليك بأذكار النوم. مش حافظ أذكار النوم، خلاص في كتاب جميل كده اسمه قبس مختار من صحيح الأذكار، كم مرة كتاب اسمه ايه؟ قبس مختار من صحيح الأذكار لشيخنا المفضال أبي عبد الله مصطفى العدوي حفظه الله تعالى. هتقوم حرك جايبه وقاري بس 3-4 أيام أذكار النوم، هتلاقيك ايه؟ هتلاقيك حفظتها. 11، اسمع قرآن، حط قرآن جنبك على الموبايل او على في الكمبيوتر او إذاعة القرآن الكريم، اسمع قرآن واجعل آخر عهدك قبل نومك بالدنيا القرآن. القرآن ده هيعمل ايه؟ هيعمل لك هدوء نفسي، وهيمسح لك كتير من الصور اللي انت ايه؟ اللي انت شفتها،
اللي انت سجلتها ولقطتها بعينيك. القرآن ده ان شاء الله ربنا يجعله سبب في ايه؟ في اذهاب كل هذه الصور. طيب ما تحطش وانت نايم الا مرتبة واحدة تحت رأسك، ان الله لا يستحي من الحق. يعني لما تيجي تنام تحط ايه؟ مرتبة. طب ما ينفعش يبقوا جنبي اسمها خدادية واسمها لا. ليه؟ وصلت طبعا. يبقى ما تنامش الا على ايه؟ تقول لي تروح النهارده بيتك، اخواننا اللي ساكنين في المدينه الجامعيه يعملوا ايه؟ ما فيش الا ايه؟ هي مرتبه، والباقي بقى ترميه تخفيه تتحفظ عليه. ليه؟ علشان تبقى المساله دي محفوظه ان شاء الله. الثاني عشر، تجنب الحمامات الساخنه وحاول الاستحمام وانت على عجل. مش تقعد تغني، واخد بالك؟ لا. ليه؟ لان هذا مما قد يدفعك الى ارتكاب هذا الحرام. الثالث عشر، تجنب القراءة في الكتب المثيرة والقصص التي تخاطب الغريزة، واحسن اختيار الصحبة. السبب الرابع عشر، ابتعد عن المأكولات المهيجة والسمك والبيض بشكل مفرط، وأكثر من أكل الفاكهة والسلطة. طبعا الكلام ده يا رب. الخامس عشر، لا تخلو بنفسك إن كانت إشكاليتك في خلوك بنفسك، واجعل أوقات الخلوة قليلة. يعني أنت ممكن تكون إشكاليتك إن أنت ما بتقدرش تظبط نفسك في إيه؟ لوحدك. يبقى قلل قدر الاستطاعة نسبة خلوتك. 16، اجتهد في الذهاب إلى الجيم. الأكل الذي يدخل الإنسان يولده طاقة، صح؟ طب الطاقة دي عايزة تخرج، إيه اللي يحصل؟ ها؟ لا أنت بتشتغل ونايم على بطنك ما شاء الله، واخد بالك؟ ودي إحنا قلنا تعلم أذكار النوم وآداب النوم. لما تيجي تنام ما تنامش على إيه؟ تنامش على بطنك، ماشي؟ نام على شقك الإيه؟ الأيمن. طيب ما بتشتغلش وبتنام كتير، وعندك ممكن تروح الساعات كده قليلة للإيه؟ للسكشن او للجامعه، يعني انت ما بتعملش حاجه، فالاكل قاعد يدخل يدخل يدخل. طب ما هو عايز يخرج، ايه اللي هيحصل؟ هتنفجر. حتى لا تنفجر نقول لك روح الجيم، اتفق مع المسؤول عن الجيم، قول له انا عايزك تنفخني. يعني ايه تنفخني؟ مش تنفخني يعني ان انا ابقى ايه؟ توتو عضلات، لا. ولتكن نيتك أن ترضي الله ورسوله بهذه الرياضة. أنا رايح ليه؟ عشان ربنا يرضى عني، عشان ربنا يعني على نفسي، صح؟ مش أنا رايح عشان أتنفخ، عشان أمشي وألبس بضي كده ضيق وبتاع، فأي بنت تشوفني تقول فتى الأحلام. لا، غلط. عايز منك إن أنت تروح لله وترجع لله. يبقى تجتهد على الجيم. ده هيطلع لك الطاقة، ما شاء الله لا قوة بالله، الواحد وهو بيلعب سبحان الله. سبحان الله يا رب العرش العظيم، تجد أن كثير من الطاقة الكامنة تخرج، بل وقد تكون سببا بما أنت فيه من استقامة والتزام في هداية إخوانك. أذكر وأنا ألعب يعني أو في بداية الجيم، فدخلت وبتاع، فاتفقت مع الكابتن، فكنت أنا وهو بنخرج نصلي، قلت له طب والناس التانية دي؟ قال لي بقى براحته. قلت له لا. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هانئ، حينما سئل عن الجماعة فقال الإمام أحمد: ألسنا جماعة؟ فقام فصلى بهم. فقلت له: يا عم الحاج، احنا هنعمل لهم مفاجأة النهاردة، هم طبعا احنا بنتزحلق، واللي بيكلم واحدة واللي مش عارف ايه وكلام من ده. فقلت له: احنا هنقفل الباب وهنقوم مأذنين للصلاة، وكله يخش يتوضى ويقوم مصليين. طبعا قعدوا يبصوا لبعض،
أول ما قلنا إحنا مش خارجين إحنا هنصلي معاكم، كله يبص لبعض، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. كل واحد بقى قاعد يقول، وتسمع أنت التمتمات بقى وإيه والبصات وبتاع، وأنا بقى إيه مش في دماغي خالص. ورحت متوضيين ومصلي بيهم وقلت كلمة بسيطة فصارت بفضل الله تبارك وتعالى سمتا دائما في هذا المكان، سواء أنا كنت موجود أو غير موجود، يؤذن للصلاة وتقام الصلاة ويصلي بهم إمام، إما الأخ المسؤول الكابتن أو أي أخ من إخواننا من أهل الاستقامة. يبقى أنت ممكن في المكان تزرع خيرا وتكون سببا في خير، ونسأل الله أن يستعملنا دوما في الخير يا رب العالمين. 17، تجنب الإمساك وتجنب أكل المواد الحريفة التي تتسم بالشطة، لا تأكلها، فهي من أبرز أسباب الوقوع في العادة السرية. أكثر من شرب الماء ولا تحبس البول، وحافظ على الوضوء دائما، فإنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ابتعد عن المشروبات الغازية قدر استطاعتك، فهذا مما يساعد على نشاط هذا الأمر. 20، تناول القرع العسلي والحبة السوداء المطحونة لتقليل الاحتقان الذي قد يصاب نتاجا للنظر. 21، عليك باستخدام زيت الكافور وبعض الأعشاب تحت إشراف طبي. زيت الكافور ده كانوا زمان بيستخدموه في الايه؟ في الجيش، وهذا يعمل على تهدئة الشهوة وعدم ثوران صاحبها. بيستعملوه في المدينة؟ يا رب اهدي المدينة واصحابها. 12، عند الشعور بالهياج، عند الشعور بالهياج اغسل فرجك بالماء البارد، اغسل فرجك بالماء البارد، فهذا يكون سببا كما يقول بعض الأطباء في تسكين الشهوة. 23، أكثر من الدعاء والإلحاح على الله تعالى في أوقات الإجابة، وقل اللهم غض بصري وحصن فرجي ولا تشبع فرجي إلا من حلال. 24، اجتهد غاية الاجتهاد على تنظيم وقتك، قراءة كتب شرعية، حضور مجالس العلماء، فهذا مما يساعد على تثبيت الإيمان في قلبك، فإن زاد الإيمان حتما إن شاء الله لن تعود إلى فعل الحرام. ثم إذا زاد عندك هذا الأمر واجتهدت في تنفيذ هذه الحلول العملية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولم تجد بدا من الذهاب إلى الطبيب، فلا مانع من الاستعانة بطبيب ثقة مسلم يخشى الله عز وجل ليصف لك بعض المهدئات. وأنا سألت بعض الأطباء، يعني أنا قمت بعمل بحث ما يقارب من شهر عند بعض الأطباء المتخصصين في هذا الفن، فوجدت ولله الحمد والفضل والمنة أن كثيرا منهم لا ينصح باستخدام هذه المهدئات، بل لما اطلعوا على هذا البحث الذي سمعتموه اليوم قالوا فيه الغنية والكفاية إن شاء الله تعالى. طب بقي علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الصدق، إذ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني أنت ما بتسيبش العادة السرية علشان موضوع الجواز، أنت ما بتسيبش العادة السرية علشان الأمراض، أنت بتسيب العادة السرية علشان ربنا، فإذا فعلت ذلك أعانك الله وفتح الله عز وجل لك. أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يشرح صدورنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يعيننا على ما يرضيه. اللهم إني أسألك في يومنا هذا وشهرنا هذا أن تصلحنا وأن تصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من فسد من المسلمين. اللهم إني أسألك في هذا اليوم الكريم الفضيل المبارك أن تغفر لنا كل زلاتنا وآثامنا.
اللهم اغفر لنا كل زلاتنا وآثامنا يا رب العالمين. اللهم إني نسألك أن تشرح صدورنا وأن تهدي قلوبنا وأن تأخذ بناصيتنا إليك يا رب العالمين. اللهم غض أبصارنا عن الحرام وحصن فروجنا عن الحرام يا رب العالمين. اللهم تب على كل شاب عاص يا رب العالمين، وتب على كل فتاة من أخواتنا يا رب العالمين. أصلحنا وأصلحهم، خذ بناصيتنا وإياهم إلى الحق الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك في هذا الوقت الفضيل المبارك أن تصلح شباب الجامعة يا رب العالمين. اللهم اهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم اهدهم وأصلحهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تصلحهم وأن تحفظهم وأن تهديهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في أفغانستان والشيشان.